مساء الخير، حياكم الله مشاهدينا بحلقة جديدة، نمسي على الجميع بهذه الإطلالة وعودة حميدة إن شاء الله تكون في برنامج 18 لهذا الأسبوع. دائما نختفي وياكم بيومين يكون في راحة وأبديت خاص للبرنامج، ومن ثم نعود من يوم الاثنين لغاية يوم الجمعة في حلقات خاصة على شاشة الرأي وهذا البرنامج المتابع إن شاء الله برنامج 18، واللي يكون هناك منبر خاص لكل متابع، وهذا الرقم موجود أسفل الشاشة، ومثل ما أنتوا كنتوا تشوفون وعارفين وشايفين فهذا الرقم للجميع، للي حاب يوصل صوته، للي حاب يناقش ضيف من ضيوف 18 أو أيضا محللين 18، هذا رقم خاص لكم وإن شاء الله نسمع صوتكم في نص حلقة اليوم وبعد نهاية مباراة الودية اللي جمعت منتخبنا الوطني مع شقيق المنتخب العراقي. راح نتكلم عن هذه الجزئية وراح نتكلم عن أمور كثيرة خاصة بتطوير الكرة الكويتية وجميع المراحل في منتخبنا الوطني بوجود ضيوفنا داخل الاستديو. خلا رحب بداية مع دكتور صالح مجروب. وناصر حياك الله ويانا. حياك الله، يسلمك ونتشرف نكون معاكم مع الأخوان. الشرف لنا طال عمرك. كابتن ماجد عوض محمد حياك الله ويانا. الله يحييك، مسي عليك بتركي وعلى الأخوان بالاستديو وعلى السادة المشاهدين وطاقم البرنامج، وإن شاء الله تكون حلقة مميزة بوجود الكبات الكبار اللي اعتبرهم ما بحرق التعريف. انت بيك تغدى، شوف قاعدين بروحهم. ايه قاعدين بروحهم. بيك دكتور شنو بيذكر نفسه راح يعني. لا هناك راح يكون الشياب الصباد، احنا الشباب الصغار. لا هو مو شياب، لا شياب شياب. لا يعين شوف يقول بير من اللحية من البياض من اللحية. كابتن محمد راشد الفضلي، نمسي عليك وحياك الله ويانا في الثمنتاش. الله يحييك بتركي، مسي عليك وعلى الكبات الموجودين وعلى السادة المشاهدين، وإن شاء الله تكون حلقة مميزة بإذن الرحمن. من الجانب الآخر جانب الخبرة اللي موجودة ويانا في هذه، وحتى الدكتور هني والشباب كلهم خبرة، لكن ضيف السادس أول مرة يتأخر في 18 بعد شوي دش. والله لو المخرج يقول لي دش ممكن أنك تدش ويانا. عموما خلينا نرحب بضيوفي داخل الاستديو. بداية من اليسار مؤرخنا الغالي وعودة حميدة في 18 أخوي معن رشيد، حياك الله ويانا أبو محمد. يا هلا أبو تركي، مساء الخير لك والأخوان اللي معانا في الاستديو والسادة المشاهدين، حياك الله. دكتور أحمد عبد الحميد نمسي عليك وحياك الله ويانا في 18 كضيف اليوم مع أبو محمد، ونقولك دائما اطلالتك في 18 هناك اوراق تتوزع على الكل، والاوراق هذه تعكس ودليل على وجود تطوير ان شاء الله يكون. الله يسلمك حبيبي ابو تركي، مسا عليك وعلى الاخوان الموجودين. الحقيقه واشكرك حقيقه واشكر برنامج بين 18 على الدعوه الكريمه لتوضيح بعض الامور للشارع الرياضي ما يخص المنتخب الكويتي. يستاهل المنتخبات الوطنيه. نعم، الشارع الرياضي دائما في تساؤل خاص بما هو حديث في الكرة، خصوصا بأن هناك خطة خاصة في تطوير المنتخبات الوطنية. إن شاء الله دكتور وأبو محمد ودكتور أبو ناصر ومحمد ماجد، أبو محمد ماجد عوض، وأيضا كابتن محمد راشد الفضلي، والضيف السادس اللي اليوم تكتمل وياه العد الخاص في حلقة اليوم محمد الصالح. ما أدري المخرج يتفضل ولا تفضل. تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أسف على التأخير. أول غيبات. علامك متأخر أول شيء. أبو محمد قال لي بنبلش 11:30، فصدمت إنه 11 بعدين. ما جد عوض. هو شنو قال لك؟ بنبلش 11:30. بتبلش 11:30. عشوة. منو اللي قال لك؟ عشوة أنا مسوي رتويت للتغريدة إنه 11 أنا كاتب فيها. إنزين. عشوة إنك أنت اللي مسوي هالرتويت. بس كاد دق علي هو توه وعقب التغريدة هذه دق علي وقال لي كاد حتى الاتصال موجود يعني. موجود اتصالي. ليس كل ما يقول في تويتر صحيح يا محمد. خلاص مصدقك والله مصدقك. أبو محمد بسألك سؤال، بما أن وجودك اليوم نتكلم عن كمؤرخ في مجال الرياضي وتاريخ الرياضي تحديدا في الكرة سواء كان بالكويت ولا الخليج، بتكلم عن قصة مباراة العربي والشباب، شنو الحدث اللي راح يكون فيها؟ احنا انا امانه بعد نهايه كل جوله في المسابقات المحليه اقعد اسوي ابديت حق الاحصائيات اللي عندي. زين. فواحده من الجداول ان تسلسل مباريات كل نادي من بدايه مسابقه الدوري العام من موسم 62 فاكتشفت ان العربي للحين لاعب 999 مباراة. يعني رقم يعني ألف. باجي له مباراة يوصل الى رقم 1000 وهو اول نادي يلعب هالعدد من المباريات. فكلمت اخوي وامسي عليه بالخير راشد الحيان كونه عرباوي، قلت له ترى الموضوع كذي كذي ويا ليت انك تنزل. كان موجود بالحسبة ولا
صدفة؟ لا لا دقيت له بالتلفون لأن أنا بيني وبينك أمانة يعني ما هو شيء غريب، من دخلت في الاتحاد نشاطي بتويتر يعني صار إلى الحد الأدنى اللي هذا. أول شيء الوقت صعب إني أعطي وقت، وثاني شيء أحاول أكون محايد. العربي مسوين مناسبة بخصوص هذا الرقم ولا ما يدرون؟ أعتقد بعدين شفت أنا بعض التغريدات اللي أنهم بيسوون احتفالية بهالمناسبة أن كونهم مباراة رقم 1000 في بطولة الدوري العام. نعم. إذن المباراة القادمة اللي راح تكون حق نادي العربي أمام الشباب هي مباراة رقم 1000. بس سؤال عبد الله. تفضل. المباراة 1000 هذا محسوب من ضمن قالوا إنه في مرة. موسم 99-2000 ايه؟ اللي تقصدهم الـ 14 مباراة مو محسوبين. احنا نتكلم عن الدوري الدرجه الاولى سابقا ما كان دوري درجه اولى محمد لا 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 قبل كان في اولى وثانيه هاي العربي طاح درجه ثانيه كان اسمه الدوري الدرجه الاولى كان اسمه دوري الدرجه الاولى والثانيه بعدين صار دوري الدمج بعدين صار الدوري الممتاز ودوري الدرجه الاولى فالمسمى لا اقصد ان هالسنه هذا كان تصنيف ابو محمد سؤال عادين مباريات الدرجه الثانيه مع العربي من اقرب فريق مع الرقم هذا اللي عندك من اقرب فريق له الفريق اللي وراه في ترتيب عدد المباريات نادي الكويت 987 اعتقد القصه لا يعني العربي زعيم حتى في المباريات لا كذي كذي بس ناقص العربي 13 لعبه كان درجة ثانية محمد مو درجة ثانية لا كان دوري التصنيف وهذا التصنيف ابو محمد يقول لك العربي كان درجة ثانية فيها لعب الدوري الاساسي 13 مباراة العربي لعب الدوري الاساسي الاول محسوبين التمهيدي محسوبين 13 مباراة ولكن بعد تم لعب دوري ممتاز ست فرق العربي ما كانوا وياهم هذا كان تصنيف محمد لا مو تصنيف لا حتى لا 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 انا اذكرها ب 2000 هذا ارسال من المسابقات اذا كنت موجود تذكر هذا ارسال سوى المسابقات ان دوري التصنيف راح يصير بهالشكل هذا عشان يتجاوزون القصص الثلاث سنوات اللي طافت اللي انت عارفها كل فريق يطيح درجه ثانيه يرد يسوي دمج كل فريق يطيح درجه ثانيه الموسم اللي قبله دمج وقرروا يسوون درجتين فالحل الوحيد انه نلعب تمهيدي دور واحد الستة الاوائل يلعبون ممتاز والباقيين يلعبون دوري الدرجه هذا على محمد امانه كان عندنا في البرنامج خلاف بخصوص ان العربي طاح درجه ثانيه ولا ما طاح ابي تحسم الموضوع هذا هي لا تسميها درجة ثانية كانت تسميتها لعب بالدرجة الأولى بس بالدوري الممتاز ما لعب بالدوري الممتاز موسم 99 يعني يعتبر على الحين درجة ثانية لا على سابقا درجة ثانية اي قصدي على الحين صار أولى محمد لجنة المسابقات حزتها بقيادة سعود مشلش الله يذكره بالخير ومسي عليه لما دزوا للأندية كان اسمه دوري التصنيف الله بالخير كانت فيه مشاكل بالثلاث سنوات اللي قبلها تذكر محمد كل ما يطيح فريق يردوا يسوون دمج حلو الكلام انسحب القادسيه وراها ما يبون يردون درجتين عقبها عشان لا يصير القادسيه درجه ثانيه ردوا سووا دمج مره ثانيه فقالوا يبا القصه عشان نحسمها وما في شيء اسمه فريق يطيح ما يطيح يبا هذا دوري التصنيف التصنيف شلون راح يصير يتاهلون سته هم طبعا عشان يتجاوزون سته الكبار يعني خلصك اياها بقى كانت المحبوكه ان سته الكبار ما راح يطيحون راح يتاهلون وما في شيء اسمه درجه اولى درجه ثانيه اثنين من الثمانيه اللي تحت حلو وسته هذيل اوريدي متاهلين دوري الممتاز السنه الجايه والثمانيه اللي تحت في اثنين منهم راح يروحون الدوري الممتاز السنه الجايه هذا الدوري دوري التصنيف حلو زين السنه اللي وراها صار الدوري الممتاز بثمان فرق الحين مؤرخ محمد موجود هنا يقول لك طاح درجه ثانيه بمثابه درجه ثانيه ما عليه قولها يا اخي انا ما عليه عندك الكتاب مال الاتحاد عندي مال 2000 دوري التصنيف لا مكتوب درجه الاولى لا لا هذا بنهايه الدوري لا لا شلون تغير نهايه الدوري وانا اذكرها عدل واقدر اقول لك اياها تذكرها ابو محمد لكن اكلمك بدايه الدوري اللي هو كتاب مال دوري التصنيف الحين موجود؟ انا عشان لا يصير جدل وايد الموضوع هو صار ليش والله ليش لعبوا تمهيدي هو الحسم عندك ترى مو عند الصار ليش لعبوا تمهيدي ليش التاريخ هني هو ما اعرف استاذ ونتعلم منه بس انا ترى صحفي وبالقبس والشيء بالقبس هو يشهد له مو على عيني وعلى راسي نعم ليش لعبوا تمهيدي ليش لعبوا تمهيدي علشان يصنفون حق السنه الجايه ممتاز ودرجه ثانيه ويتلاشون قصه طيحت الكويت وطيحت لا العربي لا قبلها يعني. وطيحت القادسيه وراها شوف. كلهم عشان يتلاشون هالسالفه هذه سووا هالدوري مال التصنيف علشان السنه اللي وراها يلعبون ممتاز ودرجه ثانيه انا باخذها من كبير السن شوف بعطيك اياها شلون كانت الاجراء او الطريقه اللي تتبع 79 80 قرروا دوري دمج ال 14 نادي يلعبون دوري دمج مرحلتين تم خمس سنوات بنفس النظام 85 86 قالوا لا نبي نسوي درجتين شلون سووها لعبوا دوري تمهيدي 13 مباراة كل فريق الثمانية الأوائل يلعبون دوري ممتاز واللي تحت يلعبون درجة أولى فاز بالدوري كاظمة لأول مرة كان يأخذ بطولة الدوري واستمر لغاية الموسم من سنة الغزو بنفس الطريقة درجتين
بعد التحرير فترة التسعينات وايد أنظمة صارت في الدوري تلخبطت الأمور، بس هالموسم ردوا على موضوع 85 ستوتنهام تمهيدي، وبعدين الستة الأوائل الممتاز واللي تحت يلعبون درجة أولى ويتأهل منهم اثنين للسنة اللي وراها دوري ممتاز، ولا أحد يطيح من الستة، فصاروا ثمانية بالسنة اللي عشان وراها. يعني انحسمت الحين انحسمت في البرنامج لأن كان حديث طويل في هذا الموضوع. أنت حسن مورخنا الرياضي أبو محمد بحضوره، أنا ما تكلمت، أنا كنت أسأل ممكن مع الرشيد بخصوص أنه هل العربي، وكان في جدل كبير في هذا الموضوع، العربي طاح درجة ثانية. أنا ذاك كان لو يحسب على هذا الوقت إيه نعم العربي طاح درجة ثانية في ما هذا طاح الوقت. لا ما طاح، لا تقرر أنت حق المشاهدين، ما طاح. نتكلم بموضوع أساسي خاص بحلقتنا اليوم، أو محور أساسي في حلقتنا، مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب العراقي انتهت بالنتيجة 2-2 تعادل. قبل لا نتكلم بتفاصيل هذه المباراة مع ضيوفنا، خلينا نشوف ملخصها. شفنا المباراة رغم العودة من منتخبنا الوطني بالتعادل 2-2 إلى أن منتخبنا كان في تفاوت في مستواه بين الشوط الأول والشوط الثاني. دكتور إيش رأيك بهذا الموضوع؟ أول شيء بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا لازم نعرف أن اليوم في فائدة من المباراة، يمكن فائدتين. الفائدة الأولى في موضوع التصنيف للمنتخب اليوم، يمكن أعتقد هذه النتيجة راح تساعد أو ترفع التصنيف. نعم. على اعتبار أن العراق يعني تصنيفه على مستوى الآسيا 11 وانت تصنيفك 31 اكيد راح ترفعك، حتى الاهداف لها دور في رفع التصنيف. انا اعتقد الفائده الثانيه في الجوانب الفنيه، حتى لو بوجود اخطاء اكيد راح تكون فائده للمنتخب وللمدرب نفسه. اليوم هذه اول مباراه للمدرب، يمكن حتى لو
اشتغل مع الفريق مدة 7 وحدات تدريبية، وأعتقد هذا وقت مكافي أن نحكم على عمل المدرب في هذه الفترة. لكن واضح من أسلوب، وأنا لا مانع يعني يمكن أنا راح أتكلم بشكل مباشر أني أنا بالفترات الأخيرة يمكن أبو محمد يدري قريب من المدرب وواضح عندي شنو اللي يفكر فيه المدرب. اليوم أنت كرة القدم عندك ثلاث حالات، حالة الدفاع، حالة الهجوم، تغيير ما بين حالة الدفاع للهجوم والعكس. أي مدرب في بداية عمله كوني فني أتكلم دائما يبدي مع الفريق في تنظيم الدفاع للفريق في البداية. يمكن لو تبي تلاحظ يمكن راح تسوي ربط ما بين أداء المنتخب الأولمبي أول لعبة وثاني لعبة واليوم أداء المنتخب بالشوط الأول. بس يعتبر مع استعدادات المنتخب العراقي التعادل شيء إيجابي. شيء إيجابي. شنو الإيجابي؟ اليوم أنا منتخب العراق منتخب مستقر، عنده احتكاك، عنده معسكرات، قاعد يلعب مباريات دولية بشكل كامل. العناصر الموجودة اليوم يمكن الإخوان مو عارفين إن اليوم العراق لعب دورة الخليج نفس المجموعة اليوم باستثناء لاعب واحد اللي تغير في الشوط الأول اللي متعور، العناصر الموجودة كلها نفس اللاعبين. هذا طبعا اكيد يعني يعطي استقرار ويمكن ادائهم واضح يعني الحقيقه. يعني المنتخب العراقي منتخب متمكن، يمكن المستوى الفني شفناه قياسا على المباراه بشكل جانب فني. انا اعتقد ان المدرب اكيد في وضوح، يعني ما نبي نقول وضوح كامل، لكن قياسا على الفتره وعلى قيمه المباراه اليوم يمكن راح تبني افكاره من خلال اللي راح يشوفه. كابتن محمد، بما انك انت مدافع، ايش رايك بخط الدفاع اليوم من منتخبنا؟ اول شيء نقول الحمد لله على التعادل. يمكن مباراه من زمان ما لعب المنتخب، يمكن اخر مباراه مع المنتخب المصري. اي يعني صار له 3 شهور ملاعب. الاداء اليوم ما كان اللي احنا نطمح له يعني كمشجعين او كرياضيين. الخط الدفاعي احنا اليوم ما نحمل المسؤوليه، يعني التنظيم الدفاعي كله كان سيء. يعني بداية من الهجوم المنتخب العراقي حصل على فرص سهلة، قاعد يمرر كرة انتقالة من الدفاع للهجوم بكل أريحية. ما شفنا أي محاولة قطع كرة من خط الوسط من الهجوم. عاب على المنتخب اليوم البطء، يعني ما أدى أداء ممتاز عكس الشوط الثاني. محمد خلى وراك قدامك عشان اذا تبي اي نوت منوت فيه طبعا المدرب، بس عشان لا تروح الكاميرا عليك. حاضر. المدرب طبعا الشوط الثاني صحح الاخطاء، اخرج بالنسبه لي انا طلال فاضل من احسن اللاعبين واحمد ظفيري من احسن اللاعبين، لكن ما ادوا المباراه مميزه. نعم. زج بعبد الله ماوي ورضا هاني كان لهم دور فعال. رضا يمكن شارك بالكره الهدف وهو لاعب وسط كمل ويا المهاجمين، وعبد الله ماوي صنع ضربة الجزاء. هذه تحسب حق المدرب؟ تحسب حق المدرب اكيد، تحسب حق المدرب لانه قرا خذ قرار انه في لاعبين عنده بالنص كانوا بطيئين جدا وغيرهم. هذه خطوة تحسب حق المدرب. ما نقدر نحمل المدرب اليوم يعني اكبر من النتيجة هذه. يمكن اول مباراة الدكتور يعني قال 7 حصص تدريبية ما تكفي للمدرب. نتمنى الاستمرار بالفترة القادمة. نعم. ونتمنى أيضا بعد زج لاعبين منتخب الأولمبي. نعم. دكتور صالح، أنا بتكلم عن منتخبنا اللي يشوف الشوط الأول. أنا أرد نفس صيغة السؤال مرة ثانية، اللي يشوف اللي شفنا فيه بالشوط الأول واحد ثاني بالشوط الثاني، يعني الصورة السيئة عفوا اللي طلعت في منتخبنا بالشوط الأول غايرها في الشوط الثاني للأمانة. شوف دائما المدرب تقيس يعني يبين شغله بالشوط الثاني دائما. لو تشوف الشوط الاول نعم منتخبنا كان مستواه يعني ما كان المأمول، بس لا ننسى ان المنتخب العراقي يعني كان مستواه اللي شفته يعني مباراتهم اليوم افضل من كاس الخليج من ناحيه نقل الكره والضغط والهجمات، فكان افضل. وعندهم مدافع بالظهير الايسر لاعب دونيزي الايطالي كان متعود. انا اقول لك يعني المنتخب ما نستعجل عليه، يعني يبي له وقت. وبالعكس يعني الشوط الثاني لما غير المدرب يعني تغير الرتم شويه وضيعنا ضربه جزاء، ف ان شاء الله في المستقبل يكون افضل من الحالي. نعم. دكتور عفوا ابو محمد، كونك عضو مجلس اداره في الاتحاد راضي على هذه النتيجه وعلى المدرب؟ والله على النتيجة راضي أمانة، كون أن ما تمرنا ولا 4 أيام تقريبا قبل المباراة، والشيء اللي يعني صراحة
يخليك تتفائل ان مرتين منتخبنا يتاخر بالنتيجه ويرجع. احنا في مرحله من المراحل كان اذا دش علينا جول طفي التلفزيون خلاص تدري انه مستحيل. فاعتقد شويه استقرار وتركيز في الجهاز الفني على اللاعبين ان شاء الله مع الايام راح تشوفون منتخب ان شاء الله يكون منتخب يرفع الراس ان شاء الله. ماجد عوض ابي رايك. شوف قبل البداية طبعا أقدم الشكر حق الجمهور الكويتي الأمانة اللي حضر اليوم في مدرجات استاد علي صباح السالم. الأمانة أقدم لهم الشكر على دعمهم للمنتخب وتشجيعهم طوال المباراة. هذا الشيء ما نختلف عليه أن الجمهور الكويتي دائما جمهور وفي ويساند المنتخب. المباراة يمكن تفضل الأخوان الشوط الأول بالنسبة للمدرب أول شوط تدريب للمدرب مع منتخب الكويت. شفنا الأداء اليوم يمكن أداء بعض اللاعبين ما هم بالمستوى اللي نعرف مثل اللاعبين المنتصف. قاعد نتكلم على لاعبين النص فهد الأنصاري طلال فاضل أحمد ظفيري يمكن لاعبين ما ظهروا بالمظهر اللي نعرف ومستواهم. المنتخب العراقي منتخب قوي لياقته البدنية عالية شفناه من أول دقائق قاعد يضغط يمكن حصل على جول في أول بس الدقائق. بس ماجد خلينا نكون واقعيين شوية ترى المدرب الحين هذه أول مباراة وتوه قاعد يعني قاعد في 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 قاعد يتعرف على اللاعبين. خلنا نوصل الجزئية الحين خلنا نكمل لك أنا الكلام. الشوط الأول يمكن المدرب ليش قلت لك بداية أول شوط المدرب يشوف فيه منتخب الكويت يلعب فيه ضد أي فريق. العكس شفناه الشوط الثاني يمكن تفضل محمد فيها القراءة الجيدة للمدرب خاصة في التغييرات اللي أجراها. شاف إن الخلل في نص الملعب شاف إن بعض اللاعبين مستوى اللياقة نزل عندهم أجرى التغييرات. شفنا الصورة تغيرت بالشوط الثاني. الكل لو تسأل الحين الشارع الرياضي الكويتي عن الشوط الأول يقول ما هو الشوط اللي كان. الشوط الثاني يقول نوعا ما نتكلم إنه أفضل وهذه أول مباراة. إحنا ما لوم المدرب هذه أول مباراة نقول حق لاعبين هذه أول مباراة والله يعطيهم العافية. حتى المدرب ليش نقولك إحنا بندعم المدرب تبين الحاسم مدرب على الشوط ولا على مباراة. المجال قدامه مباريات وقدامنا في شهر 10 في مبارتين يمكن في فدي اللي عقبه قاعد المدرب قاعد يتعرف على اللاعبين قاعد يشوف اللاعبين وراح انا واثق انه راح يوصل للتشكيله الافضل المناسبه راح يوصل للتوليفه اللي تساعد المنتخب انه يكون منافس بهالامور. ونشد على ايد خاصه يمكن الدكتور احمد والجهاز التدريب والتطوير والجهاز الفني والاداري مع المنتخب يمكن شفناهم الكل مجتهد ان شاء الله وناطرين منها النتائج باذن الله. طبعا هذا الامل موجود واليوم حتى بوجود دكتور راح يكلمنا عن الخطة التطويرية الخاصة. محمد الصالح أنا أبي أتكلم عن عامر معتوق. عامر معتوق بالقادسية باك يمين اليوم في المنتخب شفناه باك شمال. هذه هل تنحس إذا بحسبها على للمدرب ولا ضد المدرب؟ ضد عبد الله. ليش؟ يعني أنت مستبعد خالد القحطاني وعندك محمد خالد باك شمال ومختار ثلاثة باك يمين لعبت واحد منه باك شمال. بسيطه سالفه رؤيه مدرب كذي هو هي هذه الرؤيه. احنا قاعد نقيم الرؤيه هذه زين. يعني عامر ما شاء الله لا اله الا الله اليوم لعب بروح عاليه اداء ممتاز لكن مو مكانه بالنهايه. انت قاعد تكلمني عن واحد في بديله محمد خالد موجود عدل حتى يوم نزل قلب ما لعب باك رغم ان لياقه عامر بين نزلت لانه بذل مجهود عالي جدا عشان يغطي هذا المكان 100%. فبالتالي يعني توقعت ان لما محمد خالد بيدخل بيلعب باك شمال او على الاقل يجرب. انت مستبعد خالد قحطاني فما بقى عندك الا محمد خالد. ليش عامر المعتوق باك شمال؟ عامر المعتوق لو بنلعبه انت اساسي مثلا باك يمين اداءه كان عالي سواء صراحه سواء بس مباراه اليوم ترى يلعب باك شمال. محمد هو في موسم كنا حق الغاتيه لعب شمال حتى بالمنتخب لعب شمال ولعب بطوله الخليج اول لعبه لما كان فهد عوض متعور لعب اول لعبه باك شمال وبعدين رد فهد عوض بس هي اول لعبه كانت بطوله الخليج مو لعبه ولعبتين موسم كامل لعب فيها باك شمال خليج 20 لا لعب كل المباريات لا لعب فهد عوض بعدين لا انا وياهم لعب لا كل المباريات فهد يوم تعورت انا فهد لعب لعبه العراق لعب لعبه العراق تعورت العراق لا لعبتين لعب ثلاث لعبات عامر يعني إيه بعد التاهل بعد التاهل لعب فهد ودع عامر يمين على عيني وراسي بس انا انت ما اخذ باك شمال عدل انا وياك بالنقطه وهي مباراه وديه بالنهايه مو حاسمه ولا شيء يعني بس انا حتى انا اتكلم على الاداء بشكل عام انا ما شفت ولا شيء اوضح بس نقطه معينه يعني وعلى انا بس مو بس عامر خل اوضح نقطه بس يعني هو افضل حارس عندنا ها منو الحين فتره عبد الغفور صح ليش مو حتى خالد اليوم تالق يعني خالد اليوم خلنا نجم محمد بالنسبه لي في توضيح على جزئيه وارجع لك محمد تفضل خلنا نكون يعني واضحين هذول كلهم يمثلون المنتخب يعني المدرب قاعد يكشف كل المراكز التشكيله اللي جته يقول على محمد خالد انه لاعب باك شمال محمد خالد اخر لعبتين في الدوري لاعب قلب دفاع ما لعب باك شمال قراءه المدرب يمكن العنصر اللي ملفت للنظر من خلال مباريات السوبر او الدوري
باك يمين اللي هو محمد عارف. راشد والأمانة حتى عامر معتوق دكتور عامر معتوق محمد راشد قدام بالنعم والله بالله فاليوم انت في عندك لاعب دائما المدرب ينظر للاعب اللي يقدر يستخدمه في اكثر من مركز لاعب افتراضي اي وهذا شيء جيد انك انت اليوم اضافه الى المستوى اللي ظهر فيه كجانب مو بس فني جانب بدني عالي يمكن ظرف خالد قحطان اللي تم فيه الاستبعاد خلل هذا لكن كمحمد خالد اول مباراه تسمح لي وهو كنظره فنيه يمكن المدرب عنده رؤيه في بعض المراكز احنا نقول لا نقتصر ان نقول سليمان عبد الغفور ما لعب وهذا لعب كلهم احنا نبي اليوم في اتجاه واحد انه يصير عندنا بالمركز بدال واحد اثنين وثلاثة ان شاء الله يعني هذه خلينا شويه يعني هذه اول مباراه يعني ما نبي نقول والله خالد لعب رشيدي عبد الغفور كلهم زينين ان شاء الله كلهم يتمون زينين وبالعكس اي مدرب يبي بالمركز يكون فيه تنافس في وانا بصراحه يا جماعه ترى شفت اداء عامر معتوق وايد فيما يخص عامر معتوق ترى شوف يعني عامر مو لاعب جديد على المركز هذا ترى على فكره يعني لاعب يعني حتى في القادسيه انا اقول لك اياها يمكن عامر الموسم اللي طاف كان اصاباته كثيره لكن كمستوى قياسا كمستوى احصائي عندنا التوب عامر محمد تعايش ويا لاعب ولا لا لا, لا انا لا قصدي كل المباريات الاخيره ايه؟ ليفل عالي عنده بالاحصائيات فادري انا ادري ايش يقصد يعني هو يقصد انه في المركز هذا ظرف صار وممكن كان في الاول راح يلعب خالد قحطاني بس الظرف اللي صار مع الاخوان والقرار الاداري ممكن هذا حط المدرب في خيارات ينظر لها في الجانب هذا كخبرات اول مباراه دوليه محمد خالد ما مثل ما لعب دولي يعني وانتم لو بتلاحظون في البدايه انت دائما يعني دكتور ترى حتى جوران اتوقع هو اللي لعب باك شمال جوران بس حتى نواف اول شيء محمد ابراهيم كابتن ابراهيم ويونادي غاتسيا وجوران لعب باك يسار خلنا اقول لك يا عبد الله انت الحين معنات هذا الكلام ان احنا نبي تنافس في المراكز معناته انه مو مختار ولا باك شمال اللهم خالد قحطاني واستبعد ولا باك شمال لا لان محمد مختار. خالد اذا انت قاعد تقول لي اخر لعبتين لاعب باك أيه. لاعب قلب دفاع فاذا هو يا اما مختارك قلب دفاع وهو اكيد مختارك قلب دفاع لان لعب قلب دفاع ما لعب باك شمال أيه. فاذا معناته هو المنتخب احنا اليوم داخلين مباراه العراق ما عندنا ولا باك شمال لا بس فاذا هذا محمد ما عليه انا نطرت الدكتور يخلص يرد علي عشان بس اكمل جزئيتي أيه. ما عليه محمد اسف معنات هذا الكلام انه ما في تنافس بالمراكز زائد انه هي انا عارف ان الكل يلعب ونبي تنافس بس انا شنو جزاتي ان انا ابدع وبالاخير انا ما العب في المنتخب محمد على عيني وراسي ما عليه بس منو اللي بدع وما لعب سليمان عبد الغفور سليمان عبد الغفور هو افضل حارس موجود خالد الرشيدي اليوم نجم المباراه الاول خلاص ما قاعد ترد على نفسك لا 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 لا, 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 لا بس انا لما انا ابدع في المباريات الاخيره انت طول الموسم نظرتك ما اكمل يا جماعه دقيقه قول ما يصير بتسولف انت ما انا هو وقت الكل وقت كلامي صار وقت الكل وانا سكت على خمسه ما قاطعت احد ادري يعني انا قاعد اوضح ان انا نظام دوري لما يجي دوري يصير وقت الكل ما يصير ما اتكلم قلتني احنا شوف احنا لا لا انا قلت لا انا من باب مسؤوليه اتكلم لان انا بوصل شيء حق الشارع على عيني وراسي حتى احنا نبي نوصل حتى حق شارع الرياض دكتور بالهدوء بالهدوء يوصل كل شيء ما قلت شيء انا بس انت خلوني اتكلم وانا هادي بالهدوء يوصل كل شيء ترى اسمعني واعطيك وارد عليك وترد علي هذا هدوء انا سمعتك دكتور ما عليه خلني اسمع محمد انا سمعتك دكتور ما علقت على ولا كلمه قول صالح انت حللت قول صالح والدكتور انا الحين بحلل سمعوني بس بعدين انت كيفكم ردوا فانا مبدع بالدوري انا لاعب سين خل سليمان عبد الغفور انا سين من اللاعبين مقدم مستوى ولا اروع ومن افضل واحد بمركزي وما فيها نقاش تيجي مباراه المنتخب اللي احنا شفقانين عليها اللي صار لنا 3 سنوات متوقفين اللي المفروض ان هذا حلم كل لاعب كويتي لان احنا ما عندنا لا احتراف ولا غيره فاقوى حلم انك تلعب منتخب فانا لما اجي بلعب المنتخب اي المدرب ما لعب زي انا بتكلم عن الدوري محمد دوري مبارتين وين مبدع اسال المدرب ليش مختار مدرب على اساس مختار اذا الدوري مباراتين ليش مختار الموسم اللي طاف على الموسم اللي طاف اذا هو افضل حارس بالموسم خالد رشيدي نص الموسم مو لاعب كان عنده مشاكل مع السالمية ما يخالف مع كل الاسس تشير الى سليمان عبد الغفور لا بس ما يخالف محمد كل الاسس تشير تبيها هالموسم اذا انا بقول شيء بالبرنامج انت الحين على نظرتك الشباب قالوا على نظرتك بالبرنامج صار في استفتاء ما طلع سليمان عبد الغفور على عبد الله ما يخالف يعني عبد الله ميسي ما ليش بالجواز الثلاثه مو زين يعني لا عبد الله عبد الله شنو مالك نظره شنو المنطق من صدق محمد مثل ما انت لك غيرك لنظره على عيني وراسي انا قاعد اعلق على نظره مدربنا حاليا ممكن رد عليك بالزيات ما عليه انا قاعد اعلق على
شغله المدرب حاليا. انت سالتني عن عطنا المجال الحين نرد عليك. ما يصير بدورك انت تقول المجال وانا خلص دورك محمد. خلص دورك ما خلص دوري لان هم تكلموا الحلقه 4 ساعات يصير بس ساعة. لا لا انا ادري بس هم تكلموا بدوري مو انا جزئيه. شوف خلنا نرد عليك بالجزئيه. انا اتكلم يمكن الدكتور احمد بين انا اتكلم على المدرب وجهه نظر المدرب في محمد خالد ان اشركه كاول ترى الوحيد اللي ما لعب ولا مباراه دوليه. ممكن المدرب خاف على اللاعب اكثر ما هو والله بيشركه. المتوقع ان خالد القحطاني يلعب والاستبعاد اللي شفناه مو مختار المدرب بديله محمد خالد. طيب. بديله باك شمال محمد خالد. خلنا الحين ماجد خاف عليه بالوديه شو يسوي بالرسميه. خلنا اكلمك انت بالبدايه انا قاعد العب مباراه اول مباراه انزل المباراه الجيم الثاني وسواها المدرب لعب قلب دفاع احتاج في اخر دقائق مو مكانه يحتاج في قلب الدفاع يمكن المباراه عيد اصغر منه لعبه ما خاف عليه عيد الرشيدي لعب اخر 7 دقائق لعب 5 دقائق يعني ما يخالف 7 دقائق على المبدا انت قاعد تتكلم انه يلعب ولا ما يلعب. اي لعب انا اقول لك انا بالبدايه ما احب يبدا فيه. انا كلامي ما احب يبدا فيه بدايه المباراه. راح انزله ممكن ظروف المباراه ان عامر توفق بهالمكان من الصعب ما ولا لاعب يبلش المباراه يعني لازم ادخل الاحتياط وبعدين ابلش فيه المباراه. لا ولا لاعب يلعب على طول يلعب يصير انت وهي وديه مو يا محمد يا محمد بس مو مباراه في الاراضي بالنسبه للمدرب خطوه خلينا نسمع دكتور صالح خطوه ما عليه مناسب كل اللاعبين خطوه اسمع رايك باللي قاعد نناقشه ما حد لعب على طول اساسي ماجد منو ماجد عبد الغفور اول مباراتين هو نجم المرحلتين يعني فانا اعتقد ان المدرب يعني ما تقول عبد الغفور لاعب مميز جدا وهو الحارس الاول في الكون بس ما يمنع ان لعب خالد الرشيدي لان خالد الرشيدي مع القادسيه يعني ما بين مستواه فاليوم يعني خالد الرشيدي اثبت انه ويا زمان كان نجم المباراه واثبت خالد الرشيدي اليوم انه بالعكس احنا لما يكون تنافس افضل لاعب المباراه اليوم لا بتنافس بين احنا مراكز. تاريخ الكويت كله كان في تنافس بين الحراس يعني شفناهم يعني لما يكون عندك حارس هذا يلعب هذا يلعب ما يعني ما ظنتي ان عبد الغفور انه ما يلعب انه في مشكله ما اعتقد المشكله انه ما لعب محمد احنا بدورنا مدرب هذه اول مباراه له لازم ندعمه وندعم يعني بالنهايه خلينا نتكلم واقعيه اكثر مو اوضح بعض الملاحظات انه والله احنا نشوف كذي غلط نشوف كذي صح نشوف كذي هذا ملاحظاتنا زين هذه امور فنيه محمد انا اشوف افضل حارس بالدوري قاطع احتياط امور فنيه شنو عبد الله افضل حارس بالدوري افضل لاعب بالمباراه شنو فني بالرشيدي باك شمال ارجع واقول لك نفس ارجع واقول لك نفس كابتن كبير سليمان عبد الغفور لكن انت تشوف انه هو افضل لاعب عندك غيرك يقول لا يخالف طيب وهذا وجهه نظري هذا وجهه نظري داعينا هني عشان نوضح بعض الامور صح احنا مو مجالنا نقيم هذا افضل هذا المنتخب مو محتاج النبره بالوقت الحالي المدرب يشوف فنيلة زرقاء بدور ما يشوف عبد الغفور ولا خالد ولا فلان ولا فلان كيف بشجع خالد افضل لاعب بالمباراه انا قاعد اشهد له حاليا تكلم محمد بخالد اعطيناك المجال تتكلم بعدين فنيا لا انا افهم فنيا شلون يتكلم المدرب شلون يفكر شلون يوصل انت تتكلم واقع عام عندك انت عندك خبراتك في الامر لكن اذا جيت لك انا من باب جريب من المدرب اليوم انا تقييم المدرب حق الاثنين شلون اقيم مو في تدريبات مو في عمل اسبوع صح. في مباريات شايفه عدل اي صح هذا تنبني عليها اي مو بس مباريات ترى خيكم بعلمك كل اللاعبين الموجودين تدريبات اهم من المباريات عندك تقارير كامله المدرب عنهم في بالفتره السابقه الفترات السابقه فيديوهات ارقام احصائيات بالاضافه الى المرحلتين اللي صاروا احنا هذه النبره ما نبيها مع لاعبين المنتخب احنا اللي قاعد نخلقها هذا افضل وهذا احسن وهذا افضل لا الافضل راح يكون بالملعب ولا تتوقع واحد في الاتحاد لا رئيس الاتحاد ولا اعضاء مجلس اداره ولا شيء انه يقبلون مثلا يصير في تجرد في امر على لاعب في تعمد هذا مو صح بس احنا نبره هذا اللاعب بعيد لا 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 انا سالني عن عامر المعتوب بالباك شمال معلش اوجه لي عبد الله معلش خلنا ارد بس محمد ما يستحيل كمان يوجه لي ما تبيني انا ارد على خلاخ متصلين محمد الشمري مالي برجع لك محمد مو قاعد احقرك بس انت مو راضي تفهمني عشان كذي شو اسوي شلون يعني رفع متصلين شو فهمك الحين هو انت تكلمت ريال تكلم رديت تكلمت قاعد يكلمني موجه لي مباشر ما عليه اتهام هذا مو هذا بعد المتصلين رجع لك قاعد اسوي حزازات باللاعبين محمد الشمري حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخوي. مسي عليك بتركي على الإخوان الموجودين. حياك. وخص بالذكر حبيبي أبو محمد معنا الشيد معك أخوك أبو حسين. حياك الله يا هلا وسهلا.
حقيقة أنا أبو تركي إذا سمحت لي بتكلم عن مباراة المنتخب. طبعا فنيا الأخوان يكفون ويوفون إن شاء الله، ويشهد الله أني مجهز هالكلام، يعني لا يفهم الأخ محمد الصالح لكل التقدير والاحترام. نعم. يعني لا يفهم أن الكلام موجه له، أنا كلامي موجه لجماهيرنا كافة. صراحة اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاحظنا أثناء المباراة، أنا شغلة ودي أتكلم فيها من زمان الله يشهد، يعني جماعة منتخب الكويت قاعد يلعب، أنا ما أنا 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 ما أصادر حق أي شخص بحب الفريق، أنا كويتاوي، هذا غتاوي، هذا عرباوي، هذا كظماوي، أيا كان، لكن جماعة منتخب الكويت يلعب، ما نبي نقول والله ليش هاللاعب الفلاني من الفريق كذا من الفريق كذا. وأكرر كلامي، كلامي مو للأخ محمد الصالح، لكل تقدير والاحترام. واضح يا أخي محمد، واضح يا أبو حسين، شكرا لك. مضاري حياك الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية. يعافيك وسلمك أبو تركي، مساء الموجودين معك. حياك الله يا حبيبي، تفضل. أبو تركي، بالنسبة لمباراة اليوم، طبعاً احنا اليوم ظهرنا بأداء سيء، يعني أنا أستقدم الضيوف اللي عندك، إنهم ما حد قاعد يقول شيء تحليلي يعني عن المباراة. يعني احنا سبع فرص محققة الشوط الأول من المنتخب العراقي، الوسط مو موجود ولا المدافعين موجودين. يعني كان صراحة الأداء صراحة ما أدري شلون الشوط الأول، ويعني والتشكيلة مهمة. أنا صبنا عيد أخوي محمد الصالح إن التشكيلة والمراكز مهمة، يعني لاعب مثل فهد الهاجر، لاعب مثل فهد حمود، لاعب مثل فيصل، يعني شنو دورهم بالملعب؟ طلال فاضل شنو دوره؟ يعني المراكز فهد الهاجر من أفضل لاعبين اليوم بالمباراة يا أبو ضاري. بعد تبدي يعني فهد الهاجر اليوم من أفضل لاعبين، وسجل لك جول وأنقذ الفريق من جول بشكل عام محمد انا وياك، بس الاداء كان اليوم مو فريق المنتخب، مو المنتخب الكويتي يلعب بالطريقه هذه. ترى اول 90 دقيقه المدرب بس حاسب عليه مره بس قاعد يرد عليك. بس انا طال عمرك عندي سؤال لابو الدكتور احمد، يعني شنو خطه التطوير تتكلم عنها؟ يعني المدرب هذا انا ما اشوف عنده شيء، يعني مدرب مغمور، يعني ما قاعد ما راح يضيف حتى بعد سنين المنتخب شيء. إيه؟ وانا برايي محمد الصالح بالنقطه هذه صايب المدرب مضاري، بس ما عليه، احنا نتكلم عن خطه التطوير ان شاء الله المحور اللي بعده على طول لنهايه الحلقه ان شاء الله، تابعنا للنهايه راح نتكلم عن خطه التطوير بوجود الدكتور ووجود ضيوفي. سعد الصالحي من العراق، حياك الله. الله يحييك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله، حياك الله اخوي سعد. اقول لك جود لك ولا هارد لك؟ والله قلت لك نوعا ما اسلم. تحية للجميع، تحية خاصة لماجد عواب بالاتصال السابق سقط سهوا العذرا، تحية خاصة للأخ أبو عبد الله. السلام عليكم. المباراة كانت جيدة والحمد لله، ولا بس، وكان عامل مشترك بين الفريقين ان كل واحد مدربه اول لعبة يقودهم. عندي سؤال للأخ أبو عبد الله بالنسبة لموضوع ترشح أسامة حسين لإدارة النادي العربي، أيدته ودعمته معنويا، مع أن الأخ الكابتن أسامة حسين من خلال البرامج اللي أشوفها بين الشوطين يميل إلى جروب الإيقاف، فما هو تعليقك على هذا الموضوع؟ وتحية لك الجميع مرة أخرى وشكرا. ما شاء الله عايش بيننا. شكرا يا سعد. بدر الفرحان، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية للشباب اللي عندك قاعدين كلهم. حياك يا غالي. أتمنى يعني تغير فكرة معسكر أو مباريات منتخب الكويت، معسكر النادي القاطي والكويت، صار لنا 16 سنة نفس الناديين والمنتخب لا فشل في الوعي برا بالاحتياط أفضل من عندهم. ليش يعني العنية الزان لأنه من نادي التضامن أحبيت، ليش ما ياخذونه؟ حسين الموسوي في ناس أكبر من عنده، فهد حمود قلب دفاع كم عمره، أحمد رحي قاعد على المدرج، ليش ما يعطونه فرصة؟ فرحان أنت عرباوي؟ شلون؟ أنت عرباوي؟ إيه عرباوي. إنزين صلبوخ نادي كاظمة ليش ما يلعب؟ سان الثاني يعني شنو المستوى اللي يكون أفضل من صلبوخ عشان تاخذونه؟ ولا صلبوخ من نادي كاظمه يعني ما لحق بالمنتخب. فانا اقول بطلوا ان المنتخب محتكر على نادي القادسيه والكويت، لو يسمح الاتحاد، هو الاتحاد اصلا فاشل، لان جميع الاعضاء اللي في غير احمد اليوسف مو هم اداريين ناجحين. لا مو صحيح. شكرا يا بدر. حمد،
حمد السلام عليكم يعطيك العافيه. حمد حياك الله تفضل. شوف وش اخوي عبد الله، اول شيء احنا بنتكلم عن المنتخب، المنتخب ما شاء الله اليوم انا بوجهة نظر الشخصيه توليفتهم حلوه ولاعبين ما شاء الله قادرين يعني انهم يعني يتمكنوا من المباراه، ولكن اليوم ما نحكم على تجمع لاعبين من خلال 4 ايام زين ونطلب منهم المستحيل، بس انا اتمنى من الاخوان الجماعه وحتى المنتصرين لا يتكلمون بنظره حبهم للانديه انه يعني لازم لاعب يلعب ولا لاعب لازم هو يكون موجود. اليوم لازم نشوف منتخب ينافس، بس انا عندي نقطه وحيده ان خط الدفاع. نعم. خط الدفاع للامانه انا قاعد اشوفه ضعيف جدا جدا، فاليوم يعني للامانه خالد رشيدي او اتمنيت ان يكون الحارس الشوط الثاني يعطي فرصه للحارس عبد الغفور او غيره من اللاعبين اكثر، يعني من اللاعبين نشوف التبديلات اكثر. بس انا عندي نقطه، ليش ما لعبنا مباراتين كحال المنتخبات الثانيه؟ لان كان عندنا يومين في فرصه الفيفا دي، كان في لعبتين اتوقع كان في فتره. ليش ما الاتحاد يعني ما نثق على مباراه ثانيه؟ ويعطيكم العافيه. شكرا. محمد الجسار حياك الله. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور، حياك الله يا اخوي. مساكم الله بالخير، سوري مو صبحكم، 11. هلا ابو خليل، هلا هلا. هلا فيك، هلا بالحي، مسي على الموجودين كلهم. ويا ليت مع انه الشباب اللي بالاتحاد يكون صدرهم مثير شوي. تفضل. امون عليهم. اول نقطه احنا ما ندري شنو نبي، نبني فريق ولا نبي التصنيف، هذا واحد، هذه اهم نقطه. ثاني نقطه، منتخب مو متجانس، هذا المنتخب نفسه 7 سنين ما ادري 8 سنين مع بعض. شيل خالد الرشيدي ما كان يلعب ما عنده واسطه، شيل شو اسمه عجب، بس هذا المنتخب نفسه الصانع نفس المنتخب متجانسين. شنو ما شفنا اليوم مستوى الشوط الاول، يعني ما شفنا هويه الازرق كلش، ما في واستحواذ ما في. نبي نعرف هل الاتحاد لا تزعل يا معن من كلامي يملك الشجاعه انه يبني منتخب جديد يشيل الخبره يقدر، ولا يصير نفس قبل تجاملون اللاعبين وتجاملون والله هذا الجسار أكيد, اكيد 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 يملك هذه الشجاعه. لا انا ما اتكلم الشجاعه يعني كاشخاص، هل الاتحاد يملك قرار وشجاعه انه يبعد اللاعبين الكبار ويبني منتخب جديد؟ جسار انت قلت كلمه، جسار تسمعني؟ تفضل وياك. مساك الله بالخير. انت قلت كلمه ان خالد رشيدي اول ما عنده واسطه، الحين عنده واسطه ولا مجهوده؟ لا مجهوده. اي خلاص وضحها وضحها عشان ما يقولون انه بواسطه. بعد قبل خالد ما عنده واسطه، ما يقدر يلعب لو شنو، قبل اساسا المنتخب الحارس هو الوحيد اللي ما يعني خالد مجهوده حاليا. حاليا مجهوده، وقبل كان مجهوده المفروض يلعب اساسا، بس الولد انظلم. شوف وصل عمره صحيح، انظلم فتره طافت، انظلم وانظلم بالمنتخب، ما كان عنده واسطه، ما كان يعني ناديه عنده احد. شكرا يا الجسر. يا جماعه احنا والله نتمنى ان ما يكون احد اي متصل بس يبني رايه على مبدا تشكيك، وهذا اللي كل مره احنا نقوله يا اخوي الجسار، بواسطه بدون واسطه. انا فاهم قصدك، لكن المفروض انه ما يبنى اي راي في موضوع التشكيك اذا بواسطه ولا غيره. عندنا بعد متصل احمد البلوشي، حياك. يعطيكم العافيه. الله يعافيك ويسلمك. امسي عليكم طبعا، سلام خاص حق معن رشيد طبعا. الله يسلمك. ايك طبعا يا صالح. انا عندي بغيت اكلم دكتور احمد عبد الحميد شويه، عندي نقطه. تفضل. اي طبعا. البلوشي ركز على جملتك، خليك من الصالح. والله ضيعني الصالح. انت ترد علي طبعا وتسكت البلوشي. وياك وياك عشان الوقت بس. وانت كويتاوي؟ شوف صار لنا 10 سنوات تقريبا نفس المدافعين، انزين تغير فلان يا فلان. وطبعا احنا عندنا 5 محترفين واربع، طبعا الانديه كلها مركزين على المدافعين، فصار عندنا ضعف بالمنتخب بسبب المدافعين. فانا قاعد اشوف في مدافعين قاعدين يظلمون مثل مساعد طراد، ولد محمد كرم، في اتمنى ياخذون مجال، ترى مدافعين وايد ممتازين بس قاعدين يظلمون، وجد محترفين قاعدين يظلمون. واحنا ترى عندنا مشكله، ترى مشكله بقلب الدفاع، لو ما نعالجها راح تصير وايد مشكله عندنا. ويعطيكم مليون عافيه. الله يعافيك يا اخوي احمد. خالد العازني تفضل. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية كابتن عبد الله. الله يعافيك ويسلمك، تفضل. أنا عندي سؤال حق الكابتن الدكتور أحمد عبد الحميد. وياك. على أي أساس يتم اختيار اللعيبة؟ يعني أنا أشوف نفس ما قالوا الشباب اللي دقوا قبلي، أكثرهم خطأ في الدفاع، دفاع ضعيف حيل منتخب الكويت. يعني ليش ما يختارون مساعد؟ ليش ما يختارون حسين حاكم؟ قالوا قبل انه مستبعد من الشيخ احمد اليوسف في مشاكل، الحين اوكي، شنو السبب؟
عدم اختياره، هل يعني راضي مستوى الكويت بالنسبة للدفاع؟ مساعد لاعب خبرة، مساعد عنده يعني روح معنوية داخل قوية داخل الملعب، ولا قصور باللعيبة، بس الرجال يعني ما شاء الله ما عليه يعني خلاف بالنسبة للدفاع. أيضا بالنسبة للهجوم ما عندنا مهاجمين، لا طرار أو شو اسمه بدر مطوع، وأنا ودي عمر حبيتر، وين عبد الهادي خميس لو إنه مبتعد على الكويت، بس نبي قوة هجومية، ما عندنا هجوم. أودي أن يجاوب عليه الدكتور عبد الحميد. شكرا يا أخوي خالد العازمي، شكرا لكل من اتصل بحلقة اليوم. أكثر الأسئلة كانت مع أو خاصة للدكتور أحمد عبد الحميد. دكتور أحمد، يعني تبي ترد بعجالة على الموضوع وادش على موضوع التطوير، ولا تبي يكون كله شامل إجاباتك؟ اللي طرحه سؤال. طيب خلنا نتكلم على أساس يتم اختيار لاعبين المنتخب. حمد الشمري كان عنده بخصوص المباراتين لعبنا واحدة، ليش ما في مباراة زيادة؟ هذه خل أوضحها. أول شيء المباراة العراقية ترى قبل الإعلان عنها تقريبا 3 أسابيع. أصعب وقت كنت أختار فيه المباريات شهر 9، كان صعب. أنا أبو محمد يمكن يدري الارتباط جميع المنتخبات في وقت سابق في لعب مباريات الدولية في هذا الوقت، حصلت مع دول شرق آسيا في مسافات بعيدة، يعني كنت أنا عندي 10 أيام وكن يعني منهم أتكلم بكل وضوح سنغافورة الفلبين ومسافات بعيدة يبي يلعبون على مباراة واحدة، فكان كنا يعني حتى رؤيتنا في اللجنة الفنية أن نلعب في بداية الفيفا دي في الكويت. نعم. ما نبي نلعب برا وني، هذا التنقل ممكن راح يأثر حتى على الدوري، يعني بداية الدوري يعني. نعم. شكرا دكتور. بنقل السؤال اللي وجهته لك حق كابتن معن. أنا ما أذكر اسم المتصل العازمي، يمكن على أساس يتم اختيار اللاعبين. لا عند اللي الشغلة اللي بوضحها أن الاتحاد ولا عضو مجلس إدارة يعني حاول يتدخل ان يفرض اسم او يتدخل او يستبعد اسم. وانا كنت حاضر في اجتماع رئيس الاتحاد مع المدربين وقال لهم لكم مطلق الحريه تختارون اللاعبين اللي تبونهم، ولا في بلوك او نقطه على اي اسم، اختار اللاعب اللي تقتنع فيه. فما حد يسمح حق نفسه في الاتحاد انه يتدخل في عمل المدرب. انا مدرب موجود عندي بحاسبه على نتائجه. نعم. اذا انا تدخلت بشغله ما اقدر احاسبه من الاخير. انا اتكلم عن النقطه هذه. يعني اجمالا يعني سواء منتخبات او انديه دائما كل ما تصير اختيارات منتخب يطلع نفس الكلام، ليش ما اخذت اللاعب فلان وليش ما اخذت اللاعب الفلاني. طبعا كل كلامهم صحيح وكل اللاعبين مستويات متقاربه، بس لا يمكن ان وجهه نظري لا يمكن اي مدرب يختار لاعب ما يخدمه. يعني دائما المدربين يختارون اللاعبين اللي يخدمونهم، يعني مو معقول المدرب يختار لاعب ما يخدم. نعم. بس يعني اقول لك الشباب اللي ما لهم فرصه عبد الله بخصوص الاختيارات من بعد ما وقع المدرب يمكن ابو محمد المدرب العقد، تم تزويد المدرب في كل التقارير سواء مرئيه عن طريق الفيديو او احصائيه او بيانات اللاعبين كلهم اللي لعبوا اخر 8 مباريات من دوره الخليج سواء في المنتخب او ايضا الانديه، حتى مباراه الانديه بدون استثناء كل الانديه وفرناها الموسم اللي طاف يطلع عليها. لقيتوا 50 لاعب؟ قعدنا يعني كلجنه فنيه قعدنا حطينا كل اعداد اللاعبين اللي بالمنتخب من دوره الخليج اللي لعبوا 8 مباريات سواء بدوره الخليج او لا. انا اقصد لائحه ال50 لاعب اللي اختارهم المدرب. لا لا للحين المجال مفتوح ترى. وهذا مو اختيار، يمكن اليوم انت تشوف ناس بالمباراه اليوم يمكن المدرب له نظره فيهم المره الجايه يشوف من الافضل موجودين. لكن انا ترى الفتره ما بين توقيع المدرب لمباراه اليوم يمكن شهر ابو محمد شهر واحد زودناه في التقارير، بالاضافه الشيء المهم حضوره جميع مباريات الانديه، وهذا ترى يمكن راح الدوري الدرجه الاولى راح نتكلم عن الآلية اللي راح تمشي في مع المدرب واللجنة الفنية. طيب. في المتابعة قبل أن انتقل حق محور خاص بخطة التطوير. محمد أنا قلت لك راح أخذ اتصالات وارجع لك وأنا عندي وعدي، تفضل. إذا عندك ملاحظات مدون تبي ترد ما نبي أحد يقاطع يا جماعة. أنا تفضل. عندي ملاحظات طبعا، وفي بس يعني تو الحين بس استوعبت الدكتور إن إذا مزودينها بآخر 8 مباريات المنتخب والموسم اللي طاف بالدوري عدل؟ عدل دكتور؟ اي والمباريات اللي والمباريات اللي الحين عدل؟ بدر طارق؟ لا 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 وين شاف عامر ما تقرا باك شمال؟
هذا ما قيول له، او يعني اذا هو مو مزود بهالفيديو هذا ما قيول له. قال لك مزود، قال لي اخر 8 مباريات بالمنتخب ودوري السنه اللي طافت وهالمباريات اللي صارت. اي بس محمد هو قال لك محمد انت قاعد تدور الزله، ولا ما قاعد تدور الزله، لان من ساعه تكلمنا عن موضوع عامر المعتوق ليش يلعب باك شمال. محمد قال لك قرار الحين، لحظه سمحت لي دقيقه، تو قاعد يقول لك لا احد يقاطعني، بس دقيقه كمل النقاط. عبد الله انت ملاحظ؟ لا انا لو مدرب منتخب انا ملاحظ شغله، انت قاعد انت ترى انا هو تكلم تسال، انا هو تكلم وانا قاعد ارد عليه. انا قاعد اقول المدرب اذا مزودينه باخر 8 مباريات للمنتخب ودوري الموسم اللي طاف وهالسنه وين شاف عامر المعتوق يلعب باك شمال، اذا هذا يا مقيوله او مصينه. شاف فعلا العمليه اذا اكمل بس اربطها بالنقطه اللي طافت عشان ارد اكمل كلامي. خلي مو انت تقول لي خلى بالاخير تقول لي انتهى الوقت. عبد الله كمل محمد وبعدين دكتور تفضل يا محمد. طيب انا بس حتى سعد الصالحي لانه سالني سؤال قلت له ترى انا سعد انا قلت ندعم اسامه في قائمه ثالثه، اما اذا بيروح مع احد القائمتين مو موضوع محمد مو موضوع، بس عشان ارد سريع ما عليه بس سعد، لكن مو موضوع اليوم. اوكي انا قاعد اتكلم عن هذه النقطه في بدايه الكلام، انه والله المدرب بعدين شهر حتى ما عندك احصيت هذه الامور الدقيقه، يعني زائد انه انت مو مختار المدرب. احنا نتكلم عن شهر زين، شو المشكله اذا قالوا له هني السؤال عن عمر معتوق؟ شو المشكله العمليه؟ مو ما حد يتدخل يعني، اكيد بقول لك انا يعني. لا لا ما حد استشارات لا 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 استشارات لا ما خلصت ما خليتوني ما خلصت الجمله ولا هو قال لي شو المشكله، جاوبت شو المشكله ما خليتني ارد لك ما يخالف اذا انا بس خليني اخلص وقتي بس خليني اخلص السؤال. شو اللي بيدك هذا مو تغريد؟ يبا والله ادري انه تغريد، خليني اخلص ارد عليك نفس الطريقه اللي تكلمت فيها. مو اجبار علي دكتور معلش خلني اخلص ارد علي دكتور. ادري 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 تقريبا الحين صار مو تقريبا الحين صار كلامي هذا، خليني اقول لك اقول كلامي وبعدين انت تفضل قول اللي تبي دكتور. قول الصالح. يعني انا اتكلم انه اساسا يعني اساسا المدرب مو مدرب، فبالتالي من الطبيعي تجيله توصيات انه والله ترى كذي. شلون مدرب يا محمد مو مدرب؟ عبد الله مدرب المنتخب الحالي درب ما درب الا 7 اشهر فقط لا غير. للعلم احنا تعاقدنا مع هذا المدرب عقب 3 اشهر من اقالته من فريق ليغا وارسو، عقب 7 اشهر قالوه وهو كان مدير رياضي. ترى محمد اليوم مدرب كاظمه مدحه ومدرب اللي كل اللي حضروا اجتماع مدحوا هذا المدرب. انا تركي حتى مدرب الجار لا يشتغل على نقطه ثانيه. انا هو هذا كنا كمله اللي قبل لا يفهمكم مو اجبار اسمعكم ولا ابي اقول اللي عندي. ما يخالف تغريد دكتور دكتور لا لا اسمعني دكتور مو لا لا مو اجبار دكتور لا لا انت قاعد تجبرني انا اوقف عن كلامي اتكلم وارد عليه. انت تكلمت خليت وقتك دكتور خليني اخذ وقتي. لا ما اخذت وقتي معك ما يخالف اذا خليني اخلص كلامي ترد على نفسك. ما سالت يبا انا قاعد اتساءل محمد بس اذا الرجال الرجال يمك واتهمت انه تدخل واتهمني تو رحت اتصالات عبد الله لا تو اتهمني ان انا قاعد اسوي شيء بين اللاعبين. بصفت شنو قال محمد بصفت شنو قال لي ان انت قاعد باي صفه اتهمك قاعد اقول لك قال ان كلامنا كلامي انا يشكل مثل حزازه بين اللاعبين شكل عنا كلنا مو عنا كلنا لا روح بذاك الراي وما حد قال هالراي الا انا يعني ما الكلام حق مني اكيد حقي انا ماجد شيك فاز على شنو محمد فهمك نقطه انت لما تقول تدخل انا ماني ناطق يا محمد فهو مدير التطوير هني اتهام غير يا ابن الحلال ما حد راضي يخليني مو ماخذ دوري انا حتى انت قاعد تدش علي انطر انطر ماجد انطر هد نفسك انطر دقيقه مو مخليني انا قاعد اتكلم هدوء هد نفسك مو مخليني اتكلم انت كذي هدوء لحظه شوي محمد خليني اتكلم وشوف الهدوء خليك تتكلم الله تبي اقول لك شيء ما يسحبني ما يخليني ادري ادري دكتور بس انه يقول لي محمد بس ترى في وقت حط بعين الاعتبار تفضل لانه يقاطعوني يصير في وقت عبد الله قول عبد الله اذا مو قادر تسكت العالم قول لي انا ثلاث دقائق قاعد تتبرر هذا عبد الله قول اوكي اقول لك انا الحين نكمل النقطه ان هذا المدرب اقيل بعد 7 اشهر من توليه مدرب اذا خبرته التدريبيه هي 7 اشهر لا تقول لي مساعد مدرب مساعد مدرب يختلف اختلاف كل عند المدرب زاد انه هو اشتغل اكثر في التطوير الرياضي او ان الاداره الرياضيه ما اشتغل كمدرب بعد 3 اشهر من اقالته احنا وقعنا معه ويا عندنا بعد شهر ملعب عامر المعتوق باك مو ملعب اسلام عبد الغفور ملعب خالد رشيدي روبرتو كارلوس لعب وليد الجاسم باك شمال ما استرد عليه قاعد محمد لا الغنيه تكلم بشكل عام ماجد تكلم بشكل عام ماجد اسمعني ماجد ماجد تكلم بشكل عام ماجد تكلم بشكل عام تكلم امور فنيه اسمعني ماجد ماجد يمي فني يمي عمر الاداره انت شغل امرك انا لاعب يمي فني لاعب كره يمي فني عن الاتحاد يمي فني من الاتحاد ويمي عضو مجلس اداره باك شمال انت قاعد تدافع عن الاتحاد لا ما دافع عن الاتحاد اتكلم عضو الاتحاد عطني فوق يلعبوا مجلس اداره بالاتحاد مو منطقه شو تدافع عن الاتحاد مو منطقه اللي تقول عنه مو منطقه ما تقول عليه.
رجعنا وياكم بعد الفاصل، راح نتكلم عن جزئية ثانية خاصة بخطة التطوير للمنتخبات الوطنية، وهذا المحور الثاني اللي أبي أتكلم فيه بوجود ضيوفي داخل الاستديو، وأيضا الدكتور اليوم جايب لنا أكثر من 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 برنت خاص في مراحل التطوير في هذا الموضوع. لكن أنا عارف برد عليها، تفضل عشان ما بيسأل سؤال وتقول لي واجب علي إنه أمانة بملخص وعاجب. أي واجب علي إنه أمانة إن ننقل معلومة أي بكل تجرد أي عن أي لاعب. اليوم المدرب اليوم يجي ما يعرف اللاعبين، لكن أنت اليوم بشكل فني المدرب لازم توصل له المعلومة إن هذا اللاعب يلعب باك يمين، يلعب قلب دفاع، ويلعب باك شمال، صح؟ وعنده فترة التدريبات اللي تدرب فيها، ترى بادي حاط عامر معتوك باك يمين بناء على الإحصائيات اللي شايفها مع نادي القادسية آخر جولتين، صح؟ الظرف اللي صار عنده في هذه الفترة، ومزيدة من شعر بيت أخوي محمد، ترى في مدافعين قلنا له في مدافعين بالأولمبي، قال أنا هذه الفترة صعب علي إني أنا لعب خصوصا الخط الدفاع، لأن اللاعبين بالأولمبي عندي أنا تركيز على المنتخب الأولمبي، وأيضا اللاعبين الأولمبي ما بي في بداية أول مباراة دولية إني أنا أدفعهم، ممكن خطأ يأثر عليهم. صحيح. هذا أي واحد أي فني يفكر بهالطريقة. مسألة بشغل عشوائي إنه والله واحد من قلة، ترى ما قعدنا بهالمكان عشان ننقل. المدرب هو مختار ثلاث باكات يمين والمركز الوحيد، وهو المركز الوحيد اللي شال واحد منه وحطه باك شمال، مقصوده خاصه. طيب زائد انه هو مواخذ عيد الرشيدي ومواخذ عيد الرشيدي، ايش معنى هالظرف هذا؟ سبحان الله، صدفه المركز هذا الوحيد اخذ منه ثلاثه. محمد هذه النقطه تحتاج رجل فني، وانت مو رجل فني. بسيطه، مو قصه رجل فني، هذا راي عبد الله تدليته نفسه، فني ما فني، راي فني محمد، راي هذا راي بالنهايه، راي فني. انا قاعد اقول لك فنده، واهلا وسهلا. عيد الرشيدي خذا، لا خلاه يلعب مع الاولمبي ولا لعب مع الاول، شكله ماخذه انزين. شنو يعني تتكلم؟ دكتور بسألك سؤال بخصوص الفيديو اللي صار بين اجتماع المدرب المنتخب الوطني ومدربين الأندية، هذا نوع من خطة التطوير العمل؟ طبعا هذه سبقتها قبل اسبوع تقريبا، قعدنا مع مدربي الأندية فرق الدرجة الاولى باجتماع معهم، ووضحنا يعني المدرب وضح الرؤية والاستراتيجية اللي راح تنبني عليها الفترة القادمة، سواء في والاهتمام في اللاعبين، لان غالبيه اللاعبين الاولمبي ترى فرق الدرجه الاولى قاعد يلعبون نعم مع فرقهم يعني عدد كبير في منهجيه واليه عمل في ترتيب بالنسبه خاص حق في هذا الموضوع خاص. ومدرب نادي كاظمه مدرب نادي الجارة اثنى في مستوى المدرب. ما عليه دكتور، استسمح منك بس اشوف الفيديو الخاص بهذا الاجتماع. تفضل. للأمانة اجتماع مدرب المنتخب الأول مع مدربين الأندية هذا يعتبر أو تعتبر خطوة إيجابية للأمانة، وأنا سمعت أنه راح يكون هذا الموضوع دوري. إيه هذا مو اجتماع الأول، مو اجتماع واحد ولا الأخير. إيه طبعا هنا يعني في مهنية في العمل، مدرب حب يجمع مدربين الأندية فرق الدرجة الأولى في فترة سابقة والممتاز مهنيا، إنك يعني مثل ما تقول أخذ منهم الإذن في الزيارة، هذا يعني كمدرب اعتقد هذه احترافيه منه انه يستاذن من المدربين، بالاضافه الى عرض المنهجيه اللي راح يبين يعني يشتغل عليها مع المنتخب. وانت تدري اليوم لاعبين المنتخب اكثر اوقاتهم مع الانديه في في في, في, في لاعبين المنتخب بالنادي. انا اسمع راي كابتن محمد راشد، انتم ايام المنتخب كنتوا تحتاجون مثل هذه الخطوه اللي شفناها، مدرب المنتخب يقعد مع مدرب الانديه، شلون شايف الخطوه؟ والله اول شيء خطوه تحسب للاخوان باللجنه التدريب واللجنه الفنيه، اول مره صراحه تمر عليه خطوه هذه حلوه، مدرب اجتمع مع مدربين شيء ممتاز، ويستاذن منهم حضور تدريبات ويشوف لاعبين يعني لاعبين المنتخب عن قرب
في تدريبات الأندية، خطوة تحسب حق إخوان بالاتحاد. بس أنا في عندي نقطة أبو يعني شغلة معتمد على شغل أندية الأمانة. إيه هو فعلا اللاعب أساسه وين بالنادي يعني منتخب أنت تأخذ فترة معينة بس بس عندي نقطة تكفى عشان لا ننسى أبو عبد الله ينسيني إياها. نحب نشكر اليوم إخواننا الاتحاد، رئيس الاتحاد والأعضاء على تكريم الأبطال اللي حققوا ميداليات في لعبة الألعاب الآسيوية جاكرتا، ويشكرون عليهم، وهذا مو غريبة على الإخوان في الاتحاد، يستاهلون. جزاكم الله خير، ما قصرتوا على هذه الخطوة. طيب أنا بكمل دكتور، لكن بخصوص خطوة أو الخطة خاصة في التطوير ونناقش فيها مع ضيوفنا في جزئية معينة. بشكل سريع أخذها، اليوم العمل في التطوير لازم يبتدي في سلسلة كاملة، بداية من أسفل الهرم لآخر الهرم، يعني القاعدة لازم تطور فيها. اليوم لا تطالع بس منتخب أول ولا منتخب أولمبي، التطوير سلسلة كاملة تنبني من تحت. وأعتقد الاتحاد بداية من رئيس الاتحاد وجميع الأعضاء الحقيقة، يعني يمكن في بعضكم زار الاتحاد، خلية مترابطة في إنجاح العمل الإداري وتوفير تسخير كافة الإمكانيات للمنتخبات. اليوم أنت من فترة طويلة المنتخبات ما طلعوا في العدد هذا في المعسكرات، ترى على فكرة المعسكرات مو بس مجرد أطلع معسكر، اختيار مكان المعسكر والمباريات والإصرار على يعني أن كل المنتخبات تأخذ الوقت الكافي في هذا العمل. والتطوير الثاني يبين لك أنت اليوم عندك سلسلة من المنتخب الأول لمنتخب الشباب للناشئين، وإن شاء الله بالبراعم جاي لك في 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 الأجهزة الفنية، مقصورة في الباجي. لكن اليوم أنت إذا تبي تبني لازم تبني لفترات طويلة، ما تبني اليوم. أنا دائما احنا كنا بالسابق نطالع الشهر الجاي والشهر اللي بعده، اليوم احنا عندنا خطه، ويمكن احنا انا بعتها لكم حق سواء حق الوقت الحالي اللي دائما احنا نتكلم عنه عن المنتخب الاول الاولمبي اللي ترابط فيها الشيء بالفتره الحاليه، لان المنتخب الاولمبي هو اللي عنده استحقاق شهر 3، والمنتخب الاول اللي عندنا بالفيفا دي المباريات. فاليوم التطوير يحتاج مو بس مدرب، اليوم التطوير يحتاج اداري، يحتاج مدرب، يحتاج جهاز طبي، يحتاج اصطاف كامل اللي يقرا الفريق. اليوم ساعة محمد يقول متى صار للوقت، لا عنده اصطاف كامل متمرس، ويمكن محمد يدري متخصص من افضل الناس اللي انا كمدرب اطالع المباراة بشكل هذا يحللها ويقطعها ويطلع احصائياتها بشكل ثاني. هذا مو شيء سهل، يعني لا تتوقع ان هذه الامور. كم عدد الستاف هذا؟ المنتخب الاول 5 والاولمبي طبعا مع الوطنيه الكروات 5، محل مدرب اللي هو روميو مدرب ومساعد مدرب ومدرب لياقه بدنيه ومدرب حراس ومحلل فني. نعم. وهذا المحلل الفني اللي احنا نجهله في هذه عندنا بالكويت اهميه المحلل الفني. ابي دور المحلل الفني، دور المحلل وضروره وجوده مع الانديه مهم. انا اقول لك اياها، تدري شفت اهميه دوره؟ يمكن ابو محمد يدري في العقد، وهذا رقم ما راح اذكره اعلى، يمكن ابو محمد يدري العقد اعلى من المساعد المدرب. شنو معنات دوره؟ شنو مهم؟ المحلل الفني. المحلل هذا دليل على اهميته. اهميته أهميت اكيد. اي واقول لك اياها، قاعد انا كفني يعني مارست التدريب وفترات طويله بعض المرات صراحه انا اشوف انه يعني اهم من وهذا اللي تكلمنا وجود المنسق الاعلامي. هذا اللي تكلمنا اليوم احنا مع المدربين بالانديه في اجتماعنا اليوم، احنا كاتحاد يعني قاعد يسخر كافه الامكانيات حق المدرب اللي تساعد. هو ترى مو بس عملية تحليل اللي قاعد على المدرج وطالع المباراة، اليوم في مبرامج عالمية ممكن أنت أجهزة تقنية؟ تقنية وإحصائيات فنية. اليوم أنت ما يخالف أنا باكر بعد 12 ساعة توصلني إحصائية من إيرلندا عن مباراة اليوم العراق والكويت، إحصائية فنية شاملة عن اللاعبين كلهم. نفس اللي كانت بكأس الخليج دكتور؟ اللي استعنا فيها شركة إيرلندية روسية مقرها في إيرلندا. قاعد يمكن أبو محمد يدري في هذا الموضوع، احنا قاعد نحاول نوفر ونصخر الأمور. اليوم أنت الأندية كل مدرب الأندية إحصائيات الجولة الأولى والثانية وصلت لهم. قاعد ندز لهم عشان نطور العمل، واجتماعنا كان طرقنا حق هذا الموضوع. وأهمية هذا الموضوع تقدرون يعني كفرض تفرضونه على الأندية بوجود هذا المحلل الفني شوف. مثل ما صار الفرض على وجود المنسق الإعلامي. والله شوف المحلل الفني اليوم هذا يعتبر من ضمن الكادر الفني، من ضمن الكادر مهم.
يعني اليوم انت في بعض الاجهزه او التقنيه المحلل الفني وهو قاعد يم المدرب كل احصائيته اجهزه برنت يعطيه حتى ورقه في الموضوع هذا. احنا ما وصلنا هالمرحله، لكن احنا نتمنى ان نطور هالشيء هذا مع المدربين. اليوم انا مو بس عمل منتخب، ترى الانديه بعد نفس الشيء. طيب اليوم احصائيات اللاعبين في النادي تهمني بشكل مهم. طيب ماجد، تأيد وجود هذا المحلل الفني نتكلم عنه كخطوه من تطوير أكيد المنتخب؟ إذا بطور خنواكب الفرق العالمية والاحترافية العالمية، الاستاف الكامل الفني إحنا قاعد نتكلم فيه، يمكن مدرب لياقة، مدرب، مدير فني، مدرب حراس، مساعد مدرب، كل العناصر. إحنا إذا بنطور الفرق ونخلي الفرق تطور عنده لازم نستعين بالأشخاص. بس في نقطة دكتور، إحنا لازم كاتحاد انت والاخوان اعضاء مجلس الاداره، الشارع الرياضي يسال عن نبي الخطه اللي راح تمشي على المنتخب، نبي مثل ما تقول مؤتمر او اعلان رسمي عن خطه المنتخب عشان اقدر باكر احاسب مجلس اداره الاتحاد الكويتي او اللجنه الفنيه باكر. نبي الخطه اللي وضعوها المنتخب حق، خلينا نتكلم، خلينا نقول مده عقد المدرب سنتين، هذه السنتين هذه نبي نعرف الخطه اللي يمشي عليها الاتحاد عشان باكر اقدر اعرف متى احاسب الاتحاد الكويتي واعرف متى اتكلم وياهم. انا اجاوبكم. أول شيء مشكورين الأخوان اللي اتصلوا كلهم، مشكور أخوي محمد على ملاحظاته، وكلامي راح يكون أيضا رد على أخوي محمد الجسار عن السؤال بناء ولا استبعدوا الخبرة من اللاعبين. إحنا في أول اجتماع لمجلس الإدارة اتخذ قرار بتشكيل لجنة لوضع استراتيجية عمل الاتحاد لمدة 4 سنوات، وتم تشكيل اللجنة، تشرفت برئاستها من خيرة الناس اللي شغالة في عالم كرة القدم في الكويت. يعني ما حد ينقد على الأخ ناصر الغانم، ما حد ينقد على الأخ عادل عقلة، ما حد ينقد على الأخ مشعل العسعوسي، يعني جمعنا التحكيم والإدارة والأمور الفنية كلها في لجنة واحدة. خلاصة العمل أو التقرير أو الاستراتيجية اللي وضعتها اللجنة أن نعتمد على نوحد المدرسة التدريبية للمنتخبات الوطنية من البراعم الى الفريق الاول. طبعا ما تدخلنا راح تكون مدرسه كرواتيه، شنهي المدرسه، بس كان المؤشر الافضل وهالكلام عشان لا الناس بعد تفكر بشيء ثاني، ان كان هالكلام قبل لا توصل كرواتيا نهائي كاس العالم. صح هالكلام كان في بدايه شهر رمضان قبل لا ينتهي كاس العالم. اتفقنا، راينا كان ان يا جماعه المدرسه الكرواتيه لسبب واحد، ان لاعبينهم في اوروبا في جميع الدوريات اللي يلعبون فيها مميزين هاللاعبين، معناته ان اساسهم وتدرجهم كان اساس سليم وصحيح. منو المدرب؟ هذا موضوع يخص الجماعه في اللجنه الفنيه دراسه. ايضا في اجتماع مجلس الاداره الاول او الثاني كلفوني انا اني اكون مسؤول عن التفاوض في امور الاتحاد الخاصه بالمدربين، المدربين الماليه والتجهيزات بالمشتريات، ان انا المسؤول عن هالموضوع هذا. فالجماعة الأخوان في اللجنة الفنية بعثوا لنا سيفيات المدربين اللي هم اختاروهم على أساس إحنا نبتدي مرحلة التفاوض. أول مدرب كان مدرب أرجنتيني، كانوا حاطينه رقم واحد. طبعاً التواصل عن طريق المتعهد. أفضل مدرب بالمكسيك. بعت رسالة إلى المتعهد إن معاك الاتحاد الكويتي لكرة القدم وطالبين إن نقعد نتفاوض، وهذا جاني سطرين منه. المدرب طالب 5 مليون يورو بالسنة وفيلا وتذاكر سفر ومنشآت، هو يقرر صالحة أو غير صالحة. أنا 5 مليون يورو لو يوصلني نهائي كأس العالم ما أخذ. شنو هالمبلغ هذا؟ الظاهر دخل جوجل كتب الكويت وقرأ نفط وخلاص هذا. فروح خيارين ثانيين كانوا مدربين، شاف سوق المناخ بس ممكن. سبق أن اشتغلوا في دول الخليج والدول المجاورة، كانوا هذيل في آخر القائمة، إن أول شيء نجرب الجدد. المدرب بلجيكي بعثنا له رسالة، رد علينا على نفس الرسالة، ما تعب نفسه كتب رسالة جديدة، تعالوا لفرنسا فاوضوني. إلى أن وصلنا إلى مدرب كرواتي، وهذا يعني هذا أثير في حلقة السبت الماضي عندكم في البرنامج، وقدمت معلومات مغلوطة عن هالموضوع، بس أنا ما راح أذكر أسماء ولكن عندنا هني؟ إيه هني عندكم موجود. بقول الحقيقة اللي صارت. إنزين صلحها. إنزين مدرب كرواتي، أنا شخصياً مقتنع بكرواتيا، لجنتي والاستراتيجية والمجلس الإدارة كلنا مقتنع بهالمدرسة، مقتنعين بهالمدرسة. شفنا سي في، اوكي سي في مدرب كرواتي زين. طيب كم؟ 1.4 مليون، 1.5 مليون ولا جايبينه 2 متعهدين.
متعهد ألف ومتعهد مدرب واحد نفس المدرب وهذا عنده تفويض وهذا عنده تفويض. الحين أنا دوري متفاوض شنو أدور شنو اللي كلفني أقل نفس الشخص. شنو علاقة هذا برنامجنا؟ أنا أقول لك شوف حلقة السبت وتعرف أنت الموضوع بقول لك بعدين. المهم حلقة السبت سبت واحد هنا حلقة اليمعة اليمعة موجود بخاري ليلة السبت صح ولا لا؟ بس إنه بعد 12 صح ولا لا؟ بلش 11 بس ما اليوم ليلة 11 ونص. صادق يا صالح والله أنا قلت لها ليلة السبت بلش 11 مو 12. قلت حق الاخوان كلمه واحده قلت يبا هذا مدرب السي في ماله زين بس انا مشكلتي افاوض منهم المتعهدين باكر وقعنا وياه ينطون لك اثنين يقول لك انا عن طريقي وعن طريقي وتعال دش وياهم شرباكه ايش رايكم؟ كان يقولون خلينا نشوف. رحت حق المتعهد واحد منهم قلت له اخر شيء بكم يخلص؟ نزل 400 الف من سعره صار من من مليون وست ونص الى مليون و200 مليون و600 الى مليون و200. قلت له جيب لي ورقه منك كتاب نزل 400 بس مو نزل الى 400 لا نزل 400 نزل 400 اوكي جاب لي كتاب انه اوكي مستعدين بالمبلغ هذا. الاخوان شافوا انه ما يصير اوقع ويا مدرب عنده اثنين متعهدين. انا منو المتعهد اللي جايبه؟ ما اقدر بهالحاله. ورسميين اثنينهم واثنينهم رسميين هذا نفس اللاعب اللاعب يكون له اكثر متعهد ودخلوا على بعض يعني خلصنا وقفنا عند الموضوع. ثاني يوم يا بولي سيفيل المدرب الحالي متعهد ثاني يا ابو محمد إيه؟ متعهد كرواتي ما هو متعهد من اللي عندنا. لا انا اوضح هذا ابو محمد إيه انت عندكم إيه؟ تفضل. هذا عندنا احنا الوليد نايف سكرتير دائما هو ضابط اتصال مع العلاقات الخارجيه ودائما تجي الايميلات. ف قال لي دكتور في متعهد داز ايميل وده يقدم اسماء حق المنتخب. قلت له دق عليه على طول. هنا كنا قاعد نتفاوض مع الاسماء. بس دكتور احنا مو جايين ترى نتكلم عن المتعهدين عشان نكمل بشكل سريع هذا ايه يعني اذا كان في جزئيه ايه توضحها بس على السريع. فكلمته قلت له احنا محتاجين مثل الرؤيه اللي موضوعه اذا في اصطاف خي قدمه. والامانه يعني حتى ابو محمد يعني مشكور ابو محمد يمكن تحمل الشيء الكثير لان احنا كناحيه فنيه نختار بس ابو محمد هو اللي قاعد يتفاوض في الامور اللي تخص الماده والعقود ما العقود هذه كلها. تفضل ابو محمد. خلاصه الكلام ماني مطول عليكم. لما اعلنا ان هالمدرب اتصل فينا متعهد وقال علي الطلاق ان شهاده الدكتوراه مزوره مدربكم. توصل له المرحله يعني احنا وين قاعدين؟ تشكيك يعني لهالدرجه توصل الامور؟ انت ايش عرفك فيه؟ يعني الطلاق مو حلف هذا زين؟ لا يعني انت توصل لهالمرحله كان بس وقتها هبت الشهادات المزوره تذكر اول شهر 8 طيب مع ابو محمد بس انا بعدني عن المتعهدين والسالفه انا عندي صوره بعرض لك اياها بغير الجو اللي تفضل. اخوي ناصر الفضلي الدكتور امون عليه وصاحبي قال معلومه مغلوطه مدرب مغمور مليون ونص تيونه. لا قول انه مليون و400 الف لمده سنتين مو مليون ونص سنوي عشان تكون الصوره واضحه حق العالم. مليون و400 الف لمده سنتين مو سنه واحده. زين دكتور شنو اسبابك وانت بس يا جماعه ماجد خبي صوره لان حتى بعدها عندي بريك. جاهز الصوره؟ خلينا نشوف الصوره هذه دكتور. ايه كلمني عن هذه. يمكن هذا رسم هندسي يعطيك بداية من 2018 يمكن أيام الاستراتيجية في بالنسبة حق المنتخب الأول إن نلعب بالفيفا دي ما نطوف ولا فيفا دي بحكم أن يعني اليوم أنت المباريات الدولية أو بالفيفا دي اليوم أنت في تارجت معين تتحرك فيه. فحطينا في شهر 2018 أن نلعب 6 مباريات الفيفا دي. طبعا لظروف هذا راح نلعب 5 مباريات. عندنا سنة 2019 إذا ما رفعنا التصنيف إذا ما ارتفع التصنيف راح نظل مثلا بالتصنيف 40 وهذا راح نلعب شهر 5 تصفيات تأهيلية هذه اللي مؤهلة مع الفرق ملحق اي ملحق. بعدين عاد عندك 2020 هي بداية التصفيات والتارجت مالنا ل 2022 هذا التصنيف تصفيات آسيا وكأس العالم. ترى في شيء يعني لازم الناس تفهمه في نفس النظام الأخير لعبوا التصفيات من داخله فيها أدوار أولى أدوار ثانية يعني كلها هي مكملة حق كأس العالم. ممتاز ما عليه دكتور عندي بس بريك صغير وبعدها إذا في وقت إن شاء الله نقدر نكمل.
وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، شكرا لحضور الجميع، يعطيكم العافية يا جماعة. سامحوني إذا ما عطيت فرصة أو زيادة على فرصة، لكن أنا عندي ساعة ونص وغير الفواصل والمتصلين ومحورين أساسيين أقدر أتكلم فيهم. أشكر المشاهد على المتابعة، نشوفكم إن شاء الله باكر، ومع السلامة.